هل يعقل أنهم كانوا ينوون قتل أم المؤمنين؟ إنهم يتناقلون الحديث بتأويلات قادتهم، فيقولون بأي حق استباحت أم المؤمنين قتال خليفة المسلمين علي بن أبي طالب؟ قد كذبوا والله. وهل الذي يريد قتال أمير المؤمنين يخرج إلى البصرة أم يتوجه إليه مباشرة في المدينة المنورة؟ حاشانا أن نشهر سيوفنا في وجه أمير المؤمنين. ألم نبايعه على الخلافة وقد علم بذلك القاصي والداني؟ إنما رفعت سيوفنا في وجه قتلة عثمان والذين اختبأوا هنا وهناك. أم المؤمنين لم تستبح قتال علي كرم الله وجهه، لا خلافا معه ولا نقضا لبيعته، وما أخرجها إلا تعلق الناس بها وشكواهم إليها، وما صاروا إليه من عظيم الفتنة وتهارج الناس راجين بركتها في الإصلاح لعلو مكانتها في الإسلام، فخرجت مقتدية بشريعة الإسلام والقرآن الكريم. وقد أشاع المفسدون شبهة مفادها أنها عارضت قوله تعالى وقرن في بيوتكن، وهي بلا شك شبهة كذاب دنيء، فالأمر الإلهي باستقرار النسوة في البيوت لا يتنافى مع خروج المرأة لمصلحة مأمور بها، كخروجها للحج أو العمرة أو خروجها مع محرم في سفر. يفسرون الآيات وفق هواهم، وقد أعمى الله بصيرتهم. إياكم أن تغفل عيونكم عنهم، فإننا نخشى أن يعودوا إلى مثلها.